قبل المحاضرة مالتنا هسه راح نجي نحكي على الشير ستريس في حالة عندنا كل الاتجاهات مالتنا ماخذيها بنظر الاعتبار، فراح يصير عندي هاي المعادلة الكبيرة كلش، وهذا يسموه بالفيسكوسيتي كوفيشنت طبعا، والواحد وهذا بكل الاتجاهات طبعا موجودة. هذا طبعا الواحد وثمانين تيرم اذا اريد افك كليته، فيسكوس فلويد، فيسكو الاستيك فلويد من اقشاب شابتر 8. زين منعت ها هنا احنا راح نلغي الفيسكوس فورس، ما راح نتوقع اي فيسكوس فورس اصلا موجوده، يعني الفيسكوسيتي فورس ما تصير، لانه اكو فيسكوسيتي بس فيسكوسيتي فورس لا ماكو. زين وبنفس الوقت راح يعتبرون على انه هاي سيمتريك كومباينيشن اوف فيلوسيتي جريدينت، يعني انه الاي والجي انترشينجبل والفيلوسيتي جريدينت ما تتغير، يعني اقدر اغير الاتجاه الاي بدل الجي في كل الاتجاهات والفيلوسيتي جريدينت ما تتغير نهائيا. زين ولذلك راح نطلع عندنا بتو تيرم مهمه من هاي المعادله كليتها، فلذلك قدرنا نختصرها فور ايزوتوبيك فلويد اللي هي ما يصير بها نو بريفيرد دايركشن، ما يصير بها اي تغيير مع الدايركشن، راح يصير عندي بس هذني التيرمات الاثنين، فراح تنكتب هذه المعادله مال شير ستريس بهاي الطريقه. والفيسكوس صار من 1.82. زين هسه فهاي المعادله مالتنا لما تبسطت راح نبدل الاي حسب يعني المقارنه، هاي لازم اكيد تصير فيسكوسيتي، والبي العلماء اتفقوا يعني انه يخلون وسط فلويد اون سكيلر كونستانت، البي هي هاي 2 على 3 ميو ناقصه الكي، الكي هاي يسموه الدلياتيشنال فيسكوسيتي، وهذا البي جاي من الكاناتيك ثيوري طبعا، والبي قيمته طبعا تساوي صفر فور مونوتوبيك غاز ات لو دنسيتي. فصار عندنا بالنهاية هاي المعادلة الكبيرة اللي وعندنا طبعا تاو اي جي هنا نفسها تاو اي جي اي، لانه قلنا يعني شلون سيمتريك كومباينيشن، سيمتريك كومباينيشن يعني الاي وجي اقدر ابدلهم عادي، فهذه يسموها المعادلة نافير وبويزن ستوك او نافير ستوك اكويشن. زين هسه طبعا قدروا يحولون شكل هاي المعادلة الى هذا الشكل المميز الرياضي اللي يربط بين التنسر والفكتر، طبعا هذا في هذا مثل ال 3 دايركشن 3 دايركشن اوف فيلوسيتي، وهذا وهذا كليته هنا يمثل لنا بال فيلوسيتي جريدينت تنسر زائد الترانسبوز مالتها، وهاي كرونيكا دلتا. طبعا عندنا امور مهمه لازم نقولها بالنسبه للكي، هذا الكي طبعا احنا عندنا فور اذا طبعا لازم مو مهم نعرف قيمته في اغلب الاحيان، ليش؟ انا لما اشتغل ويا غازات راح افرض الغازات كليتها الى انها مونوتوميك غاز، فراح نضل قيمه الكي مالتها صفر، اما بالنسبه للسوائل فراح نفرضها انكومبرسبل فلويد، وبالنسبه للاكرو انكومبرسبل فلويد هذا ما له اي قيمه، يعني راح يصير هذا دلتا في في راح يصير صفر، وبذلك هذا التيرم كليته راح يتغير. بس انا قالين انه مهم الكي مالتنا واللي هو الديلاتيشنال فيسكوسيتي مهمه بالبولي اتوميك غازز تو ديسكرايب ذا فلويد من اللي شنو. نكمل المحاضره مالتنا، طبعا وصلنا الى ساينس كونفكشن اوف ذا ستريس تنسر، طبعا هاي كلش مهمه تحدد لنا من خلالها الستريس مالتنا راح يكون موجب او سالب حسب اتجاه الحركه مالته، يعني اذا كان دا يتحرك مثلا اني دائما اعتبرها على شكل مكعب. هنشوف هنا الاكزامبل مالتنا، مو الاكزامبل او الرسم، تبر على شكل مكعب، اذا كان مثلا المكعب مالتنا يتحرك باتجاه الاكس اكسس والستريس مالته والاحتكاك مالته دا يصير باتجاه الواي اكسس الموجب، فاذا هو هذا موجب، الستريس موجب. دائما في نسبه للمكعب الاكس هو الفيس والواي هو الدايركشن مالتنا، اذا كان مثلا المكعب دا يتحرك الى الزد دايركشن والاحتكاك مالته دا يصير على سطح الواي الموجب، فهذا ايضا ستريس موجب او شير ستريس موجب. كل تشابه بين اتجاه الفيس اللي دا يصير بالشير واتجاه الدايركشن اللي يصير به الحركه اذا متشابهين من نفس الدايركشنز موجب موجب سالب سالب راح يكون الستريس مالتي موجب، بس اذا مختلفين لا راح يكون سالب. وانا نزلت فيديو يوضح عن الموضوع، وهذا هماتي انا
حلو لطيف، ممكن اخليه هنا انا حتى يبين لي، ما اعرف احنا راح ناخذها او لا، بس يقول هنا لها اهميه كلش كبيره بالفوريرز لو كوندكشن والفيكس لو كوندكشن. طبعا هنا اكو مثال حاله انا ما اعرف شلون حله، بس هسه راح ارجع لهذا فيما بعد. هنا نتيجه للتشابه اللي يصير بين الفلويد فلو والماس والهيت ترانسفير، فهذا الفيديو هذا انا مثلا مسوي عليه فيديو كامل بالفلويد فلو، بس انا شوي اختلف. احنا ما اعرف احنا مثلا بالفلويد فلو راح ناخذ الثري دايركشن، بس ممكن ما رأي ممكن ما ناخذه ويا دكتور رقد، بس انا متاكد انه هذا راح ناخذه ويا دكتور بس ما فيش، راح اسوي فيديوهات بالهيت ترانسفير على الثيوريز اللي موجوده هنا، واسوي لها انالوجي اقول هي نفسها اللي موجوده بالفلويد فلو والماس ترانسفير اذا اخذناها. بس انا متاكد بالهيت ترانسفير راح ناخذ الموليكولار ثيوري اوف فيسكوسيتي اوف جازز والى اخره.